عندنا موضوع تاني بقى، يمكن كنا كلمنا حضراتكم فيه قبل كده. فاكرين المدرسة اللي كانت واقفة قدام اللجنة في المنصورة أو في الدقهلية وماسكة ميكروفون وبتغشش أخوها؟ فاكرين طبعا الموقف ده. قوم وزارة التربية والتعليم تقوم تقرر إن ال 300 طالب اللي كانوا في المدرسة دي كلهم يسقطوا في المادة، لا ويخشوا دور تاني. في خطأ في ست تعاقب كانت بتغشش اخوها، لكن في طلبه وطالبات حلوا بمجهودهم الخاص وذاكروا، كان من حقهم ياخدوا الدرجه اللي حلوها. لكن تقوم تعمم الخطا على الكل، تسقط 300 طالب وطالبه في محافظه الدقهليه لمجرد انك فشلت في السيطره على او منع عمليه الغش، في حين ان الامتحان في الكيمياء طبعا كان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي قبلها بساعتين، وكان متباع من بعض رؤساء اللجان، وكان فضيحة ضخمة وموجود على مواقع الغش. فتقوم تخلي ناس زي دي، شعب الغلبان في محافظة الدقهلية، ناس يا عيني من ساعة ما ظهرت النتيجة وهم بيتظاهروا بيطالبوا بحق أولادهم، أولادهم حلوا وخدوا صفر في الامتحان عشان واحدة منفلتة بقى، بغض النظر هي مدرسة ولا غير مدرسة، عملت فعل خطأ، فالطبيعي تعاقب، مش عاقب الكل بالطريقة دي. شغل كده الفيديو. تعدادها بما يقرب مثلا لحوالي 20 فرد، تمام؟ ينجح فيهم أربعة، ينجح فيهم أربع أفراد فقط لا غير، تمام؟ والباقي تمام، ده واحد. طب أنا الطالب ده طالب ذنبه إيه إن كان في حد بيغشش بره؟ إحنا عايزين نار. مجمع شوية الابتدائي. تمام. طبعا كلنا شفنا الفيديو اللي حصل، الفيديو اللي حصل ده اولا كان بعيد اصلا عن لجنتي، لجنين الشارد كلها وتابعوا فيها طلاب نجحوا تقريبا 3 4 5 اللي نجحوا فيها. انا من الطلاب اللي يوم الكيمياء ايه اللي حصل معاكم؟ يوم الكيمياء احنا ما كناش سامعين اصلا اي حاجه، كان فعلا دوشه بس ما حدش كان سامع اي حاجه. لا الامتحان اصلا كان وحش وكنا كنا قاعدين بنحيطهم، ما كانش امتحان، الامتحانات عموما كلها كانت وحشه بس وما حدش كان سامع اي حاجه. احنا فجاه خلاص يعني انتم يعني ما مضيتوش على محاضر غش ولا دول الطلبه يعني انا باي حق تخليني اعيد تاني؟ ليه اخش دور تاني؟ ما انا جاوبت. هتقول لي كان في حد بيغشش، يا سيدي انا مالي، انا ما سمعتش من اللي بيغشش، انا ما استفدتش من اللي بيغشش، وهو اللي بيغشش ده انا اللي جبته. رد فعل واحدة من أولياء الأمور، ست حلقت شعرها أو حلقت راسها وبنتها منهارة وعيشتها سودة من ساعة ما ظهرت النتيجة لحد دلوقتي. متعلقة لا ناجحة ولا ساقطة، واحدة غششت في الابتدائي. شوف هذا الفيديو واشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة من أهل البيت. مش هندخل دور تاني، احنا عايزين حقيقة في الكلمة، وده مطلوب لكل كل حاجة، وبشهادة مدرسين، وعندي استعداد تسلك بالمدرسين حالا وسمعهم لي. تحبي؟ لا خلاص. تحبي؟ لا تمام. تمام؟ ما جيش بنتي كتب قد نشفت وتعبت وفي الاخر احلى شعري عشان حزني على بنتي امبارح وضغط قلبي عليها وضغط قلبي حلمها ان هي نفسها تخش. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان واحد نفذ قرار في عيال ملهاش حول ولا قوه.